طيب دي بعض الحاجات الخرافات او الحاجات تمام الغلط اللي احنا بنبقى فاهمينها عن الموهبة، بالظبط انه طالما طفلي موهوب يبقى لازم يكون علاماته كلها بيرفكت في المدرسة، ما تمام بينقصش في ولا درجة. والحقيقة هنا دي مربط الفرس، يعني في امهات كتيرة واباء كتير بيبقى اولادهم موهوبين جدا وعندهم قدرات ما شاء الله فذة في مجالات مختلفة، لكن هم كل تركيزهم على الامتحانات وعلى بالظبط الدرجات وعلى الدراسة. حضرتك قول لنا بقى كده من واقع التعامل ومن واقع الخبرة بتاعت حضرتك، ايه اكثر الاخطاء دي بتبقى موجودة شيوعا، او عموما بشكل عام ايه اكثر الحاجات المغلوطة عن الموهبة في عالمنا العربي؟ يعني ممكن نقف عند نقطتين. مسألة التحصيل الدراسي ايوه باعتبار هو في الغالب ده يستعمل كمقياس للموهبة، بمعنى النظرة الخاطئة التي يقيم بها الأبناء أنه على قدر علو درجاته فهو موهوب، هذه نظرة خاطئة وخطيرة جدا. إشكاليتها وين؟ إشكاليتها أننا ننظر للموهبة من زاوية قدرته على الحفظ واحيانا قدرته على حل مسائل الرياضيات، ايوه وهذه نوع من انواع الموهبه. دول الاثنين بس نقدر نقول من سبعة مثلا، من اكتر من اكثر قطعا يعني. وهذه النقطه تجعلنا امام اشكاليه، لانه احيانا بعض برامج الموهبه تقسم الطلاب الى موهوبين قله ايوه وغير موهوبين كثره، وهذه اشكاليه كبيره فيها. طب ليش؟ هي نقطه انه جزء كلهم من ان كل طفل عنده موهبه، جميل هل دي جدا. نقطه حقيقيه؟ عفوا، كل الأطفال عندهم موهبة، كل إنسان لديه موهبة في جانب معين يستطيع أن يطورها ليتميز، قطعا هذا عدل رب العالمين، هذا عدل رب العالمين. إشكاليتنا نحن في اكتشافها. أصحابك بتقول إن الناس بتتعامل معاها إن هي دي الفئة الموهوبة وما دون ذلك لأنه مش موهوبين. يأخذون الموهبة بمستوى الذكاء الرياضياتي، بل لديه مستوى في الرياضيات عالي، هذا يعتبر الاي كيو مالته عالي، يعتبر عبقري، موهوب، بالتالي يعني يعتبر هذا الموهوب وغيره في مستوى اخر. هذه اشكاليه حقيقيه، لانه ترفع من تعزيز الذات لدى قسم قليل وتخفض هذا الامر وترسخ لديه انه غير موهوب وغير نافع وغير قادر على وضع بصمته في الحياه نتيجه انه من صنف غير الموهوبين. هذه اشكاليه حقيقيه. وغير الموهوبين في النقطه دي، في الاي كيو، في الرياضيات، لو فهم في هذا الكتابه، الامر في بالضبط. لذلك لو فهم هذا الامر، بمعنى نحن في الرياضيات هذا اعلى، بس انا اعلى منه في الحفظ، انا اعلى منه في الرياضه، انا اعلى منه في الرسم. أنا لما يميز كل طالب ما لديه من نقطه قوه، وهذه كانت ميزه في منهجيه النبي في التعامل مع الصحابه، كان يدل كل صحابي على نقطه قوته. فلما يقول لا ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في امره في امر الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، كان يوزع نياشين التميز لكل صحابي. وهذا بالضبط ما نحتاجه في الفصول الدراسيه. افضل واحد عندنا في الرياضيات فلان، افضل واحد عندنا في الرياضه فلان، افضل واحد. لما نوزع هذه النياشين بالضبط سيحصل ما حصل معاك في ايام الدراسه. ربنا يكرمك. طب هي فكره ان انا اقعد اقول للطلبه بتوعي في الفصل الواحد إيه انت فيك ميزه كذا وانت فيك ميزه كذا، الفصول دلوقتي بشكل واقعي دكتور بيبقى فيها 70 و80 طالب ده. مثلا في مصر مثلا، فمستحيل المدرسة تقدر تعرف موهبة كل طالب من الطلبة، وبالتالي مش تقدر تقول لكل واحد انت كذا وانت كذا. هو هيبقى في كام واحد بيبقوا قاعدين في التختة الأولى أو في الديسك تمام. الأول، هم دول اللي عليهم كل التركيز والباقي مع السلامة. يعني هو إشكاليته من ثلاث نقاط إذا ردنا نتكلم فيها. النقطة الأولى أنه لا يستطيع كل إنسان أن يوزع، يعني ليست عملية توزيع بقدر ما هي عملية ملاحظة دقيقة مبنية على منهج علمي. النقطة الثانية، لما تفهم المدرسة على أنها عملية تربوية وليست تعليمية فقط، سيكون هذا الأمر حاضر وسيعد له فصوله الخاصة لاكتشاف موهبته. النقطة الثالثة، أنه ولو زاد عدد الطلاب نحن بحاجة إلى أن نضيف هذه الإشارة لهم. لذلك ونقطة ذكرت حقيقة قبل قليل، الموهبة هي في أصلها تقع في مربع ما لا أعرفه عن نفسي ويعرفه الآخرون عن نفسي. بمعنى الموهبة في الغالب يكتشفها الآخرون فينا قبل أن نكتشفها في أنفسنا، وهذا بالضبط القاعدة التي نحتاج أن نميزها. ليس كل الناس يستطيع أن يصل للموهبة دون الاستعانة بالآخرين، ولذلك نقول إيانا أن نبخل بأن نخبر الآخرين بمواهبهم متى ما اكتشفناها، لأنه إن لم أخبره لن يستطيع أن يصل إلا إذا وجد فرصة أخرى أن يجد شخص يكتشف له هذه الموهبة. فهذه ميزة، وهذه بالضبط هي العلامة الدالة التي نستطيع أن نستشهدها بكثير من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، أنه يعرفهم بميزاتهم.
ويخبرهم بها أمام الجمع وليس أمامهم فقط. يعني ليست العملية عملية مسارة أنت أرحم أمتي بأمتي، لا، هي أمام الصحابة. بالتالي الصحابة يعرف بعضهم عن بعض ما هي ميزاتهم. أيوة. بالتالي نعيش في جو الموهوبين، الكل موهوب والكل له نيشان موهبة يتميز به ويستطيع أن يضعها في مكان صلى الله عليه وسلم.